السلام عليكم ورحمة الله. راح نكمل وياكم القراءة للصف الخامس الابتدائي. وصلنا من وصايا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، صفحة 23 مع حل التدريبات. من وصايا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: أوصى علي بن أبي طالب ابنه الحسن عليهما السلام فقال: يا بني احفظ عني 44 لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغني العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق، وإياك ومصادقة الأحمق، فإنه ليريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عليك القريب، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه. هسه ناخذ المعاني المفردات والتدريبات. معاني المفردات: الحم الجهل، والأحمق قليل العقل، الوحشة الخلوة والهم والخلوة والهم، العجب الغرور، الحسب الانتساب إلى الكرماء، إياك أحذر تجنب، البخيل المقتر بماله عكس الكريم، الفاجر الفاسق الكذاب المخالف والمائل عن الحق، التافه الرخيص. التدريب الأول: أجب. أولا، ماذا قصد الإمام علي عليه السلام بقوله وأكبر الفقر الحمق؟ يعني قصد أن الإنسان إذا كان فقيرا وقليل المال يمتلك عقل كبير، يعني هو الحمق الجهل والأحمق قليل العقل. ثانيا، قال الإمام علي عليه السلام: احفظ عني 44، ولم يقل 80. لماذا؟ الإمام علي عليه السلام يعني أكو فرق بين 44، يعني ما قال 8، فهذا مثل هذه، شوفوا هسه هذه هاي 4 عليها فتحة وهنا عليها سكون، يعني أكو فرق بيناتهم. هسه عندنا ونوصلنا النقطة الثالثة: ما الكلمة التي وردت في النص بمعنى قليل العقل؟ هو الحمق الأحمق هو قليل العقل. رابعا، ما الكلمة التي وردت في النص بمعنى أحذر وتجنب؟ الكلمة اللي وردت بالنص يعني أحذر مثلا، يعني حذر يقول له إياك، ويعني اثنيناتين إياك وتجنب، يعني إياك. ما الموعظة التي يقصدها الناس؟ هي بالسطر الأول لما قال يا بني، هذه الموعظة لما قال يا بني احفظ عني 44 لا يضرك ما عملت معهن. زين، هسه نجي على التدريب الثاني: املأ الفراغات في الجمل التالية بكلمة مناسبة أو عبارة مناسبة مستعينا بالنص. أولا، إن أغنى الغني العقل، وأكبر الفقر الحمق. ثانيا، وأكرم الحسب حسن الخلق. ثالثا، إياك ومصادقة الأحمق، فإنه ليريد أن ينفعك فيضرك. رابعا، إياك ومصادقة الكذاب، فإنه يقرب إليك البعيد ويبعد عليك القريب. إن شاء الله التوفيق.